ديتاي نتاع لي ترانسفير نتاعنا الكل في السيزون هذيا في بدايه تمشي كره هنا المهدي تحت المربع يدور بتريمش يلعب لنعيم من ثلاثه وينجح نعيم دي فلا ينجح نعيم دي فلا من ثلاثة نقاط 13 12 ران بتاع 9 نقاط فاز الاولى فما البلاي اوف السوبر بلاي اوف بعد فاينل فور والفينال اند وان اند وان النعيم دي فلا اند وان النعيم دي فلا يتبع الكرة ويربح زوج نقاط رجع النعيم نعيم يطلع الكرة مع مهدي السايح نشوف يقدم ديفونس نجم رياضي السايح باش ما يخليش نادر فيك يطلع الكرة خلي لي سباس انتوان مرة أخرى انتوان مرة أخرى من نعيم دي فلا ستاندر البحوري مع مهدي السايح ثلاثة سكوندات ما زالت ويربح الدويل نعيم دي فلا وطرد إليه نعيم دي فلا باش يضرب من ثلاثة وينجح نعيم دي فلا يعني كانت جوست كونتاكت ونشي نجم يرجع في المقابلة هذه لكن بون ماذا بيلا ما ناخذوش الربح إذا ماذا ريسك إذا كان ضمن الربح متاعنا ولهنا نعيم دي فلا يزيد زوز نقاط قلنا 40 سنة متر 96 ولد اتحاد الأنصار بدار شعبان الفاري لعب ممتاز بسام اليوم ملاعبي أواسط نكملوا الساعة الفاست بريك نعيم أنتوان أنتوان نعيم دي فلا أنتوان نعيم دي فلا مع هيثم سعادة أكيد باش يتعلم منه من اللعبة هذا وينفع يعمل في المقابلة كبيرة من يدخل بسام خليفة نعيم دي فلا ينجح المرة هذه في الأنتوان بعد ما ضاعوا زوز ينجح مضرب السيزون اللي فاتت يوفر ليمون تحت المربع اكسترا باس مراد نعيم من كورنر وما يضيعش ما يضيعش نعيم دي فلا من كورنر ويطلع نعيم بالسكور نتاعو والتر ليمون والتر ليمون يطلع الكرة فاست بريك والتر بالباس ممتازة ياسر والتر ليمون نعيم دي فلا باسارير يسجل نعيم دي فلا